ما لازم نسأل أمي عن موضوع شري أبداً. رح أتعامل مع أمي طبيعي. شو اللي صاير؟ ما صاير شي أبداً أمي، أبداً. بعرف منيح شو بدكم تسألوني. لا أبداً، ما بدنا نسألك شي حماتي. نارمادا، يعني هذا ابني الوحيد. بس هو مو حابب يجي على البيت وعم يتعامل معي برسمية. كان عم ينادي لي مدام كل الوقت. معناها اليوم اجى على الشركة ما هيك؟ طبعا اجى ومتأخر 4 ساعات. شو؟ يا ربي دخيلك امي، بس ما تكوني عصبتي عليه لأنه تأخر على دوامه. لا ما عصبت عليه، بس نبهته أنه ما يرجع يتأخر على الدوام. هالمسكين، يا ترى هو عم بينام منيح ولا لا؟ تأخر لأنه نايم، فاق وإجا فوراً. عيونه منفخين وشعراته منكوشين وتيابه مبهدلة، حتى كان لابس شحاطة. معقول؟ شو؟ ايه، لأنه نحنا كنا دائماً نجهز له كل شيء، حتى موبايله بفيق وبيلاقي كل أموره جاهزة. حتى كنا نختار لبسه، كنا نجهز له كل الأغراض مشان لما يفيق يلاقيهم. معناها هو هلأ كيف عايش؟ ما رح يقدر يجهز كل أغراضه قبل ما ينام. ما رح يعرف يعمل لحاله أي شيء. ما تتضايقوا عليك هالقد. معلش اتركوه، بلكي هاي الفترة بيتعلم يعتمد على حاله. هو مو متعود على البهدلة. لأمتى بدنا نضل نخدمه نرمادة؟ أمي، نخدمه طول ما نحن عايشين. طيب عندي اقتراح، تعالوا نخليه يرجع. أمي كرمالي، من شان الله خليه يرجع لهون. يا ريت، بصراحة نحن ما فينا نعيش بدونه. ومنخليه وعدك ما يرجع يساوي هيك، وأنا بضمنه قدامك أمي، شو رأيك؟ وأنا تتوقعوا أني مبسوطة لأنه هو مو بالبيت؟ أنتوا بتعرفوا منيح قديش أنا بحبه لشري وما فيني أعيش بدونه. بحياتي كلها ما منعت شري عن شي ولا بسمح لنفسي أني أمنعه. بعدين ما تنسوا أنا ما طلبت منه أنه يترك هالبيت، هو اللي قرر يترك البيت ومشي فوراً، لهيك خلوه هو اللي قرر إمتى رح يرجع. أنا ما رح سكر باب البيت بوشه لما يقرر يرجع يعيش معنا.